النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا ولا طعانا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة. والأخطاء موجودة كما قلت قبل قليل، لكن لا يصف الرجل بأنه من الخوارج إلا إذا كان يكثر بمطلق الذنوب، يكثر أصحاب الكبائر. أما إذا أخطأ في منهج أو في سلوك ونحو ذلك فلا ينسب للخوارج، من ظلم العدوان ومن مسخ الثوابت أو مسخ المصطلحات الشرعية عند الفقهاء. الفقهاء يفرقون بين البغاة وبين الخوارج، يفرقون بين المعصية وبين الكفر، يفرقون بين السنة وبين البدعة، يفرقون بين الخطأ وبين المنهج المضطرد في هذا الباب. ولكن لا يختلف على السنة، لأن من وقع في مسألة الخوارج لا يسمى خارجيا، ومن وقع في مسألة مرجع لا يسمى مرجيا. يعني هذا ظلم وعدوان إذا إنسان يريد يستعلي، يعني لا يستطيع أن ينتصر على الآخر إلا بوضع هالة أمامه التضليل والتبديع حتى ينتصر عليه، يقول له لا يمكن حجة على ينتصر عليه. هذا ظلم وعدوان. ماذا يقول الإنسان مثلا يناظر فلانا من الناس يحاول يشوه صورته حتى ينتصر عليه، وما يملك الحج على مقاومته وعلى مقارعة الحج العجل، لكن يحاول يطلع عنه خارجي أو أنه مرجف أو أنه عنيد أو غير ذلك، لأنه ما يستطيع أن يقضي عليه إلا بذلك، أن يعني من الحج أقوى من حج الآخرين. أرى الظلم والعدوان هذا، أرى أن الإنسان يقرأ الحجة بالحجة، حتى لو الإنسان يختلف مع الآخرين في قضايا كثيرة أو يختلف مع الآخرين في قضايا كثيرة، يقارع حجة بالحجة ويكون منصفا عادلا على قدر الطاقة، لأن إذا اتبع الهوى هذا يفسد الوجود ويفسد القلوب ويغر في الصدور ولا يصل الناس إلى نتيجة. إذا على قدر الطاقة يبحث عن الحق سواء على نفسه أو على فلان أو على علام، ولو وجد خطأ من فلان لا يجعله هو الهدف في التضليل والتبديع، ويبقى أنه مسلم لو حرمة ولو عصمة، يبقى نضع جهودنا في الذين يبحثون عن هدم الدين وهدم العقائد ومسخ الولى كالعلمانيين كالرافضة كالليبراليين كالمجرمين كالعصرانيين الآن في الصحف الذين يتحدثون عن الثوابت الشرعية، كالذين مسخ نواقض الإسلام من الوجود يربطون ذلك بالاستحلال أو بالاعتقاد، وإذا وجد أخطاء من الآخر أيضا نبينها ونصححها، لكن لا نتجاوز ما أمر الله به من العدل حيث لا نستطيع أن نقرع ما أتى به بالحجة سنات نولد له لفظا حتى نكثر الناس عنه ونقول أنه تكفيري أو خارجي.